Yeah.
Yeah.
حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايم دايم يا حبيبي بكرة يا عاد عليكي خلينا اياكي صوت ونجمه متالقه بسما لبنان يا رب. ميرسي ميرسي. بعرف انك كثير كثير بتحبي التويتر وابدا ما بتقطع الاتصال مع جمهورك بالتويتر. اذا معك تليفون هلا شو بتحبي توجهي رسالة للناس اللي عم تحضرنا بأول 2013؟ أكيد أول شيء بدي أقول لهم هابي نيو يير، وإن شاء الله 2013 ما بنعود نشوف دم، ما بنعود نشوف قتل، ما بنعود نشوف إرهاب، ما بنشوف إلا بس سلام ومحبة، لأنه نحن شعب واحد. بما أنه عم نحكي على المحبة أكيد في شيء سياسي ما بتحبيه، شو بتقولي له لهالسياسة؟ كل العالم والله هدي غنية لهالسياسة اللي ما بتحبيه. هلا هو انا اجمالا بحب كل العالم، بس اكيد اوقات بيطلع سياسي مثلا ما بحب بشوفه مثلا مش كثير السياسة تبعه مثلا. شو الغنية بتهديها؟ بهديها غنية مصر. ايه غناء بدنا نسمعها منك هلا. من دم عليك دمع الندم غالي خاطر عينيك ضيعت انا حالي وكنت اظن انك حبيبي. انت وعم تغنيها فكرتي بحدا معين؟ مش هلا رح اقول لك. انت طبعا تعرضتي لمقالب بال 2012، خبرينا شي مقلب تعرضتي له. انا ما كثير بتذكر مقالب. بتتذكر الاشياء الحلوه اوقات مثلا ايه اوقات مثلا بتذكر ب ب بوضع معين مثلا يي صار معي هيك انه مش كثير بنسى بتذكر الاشياء الحلوه. طب ليكي انا ما بحب صوتي كثير 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 حلو وحافظ كل الاغاني، اذا بدي غني انا وياك ديو اي اغنيه بتحبي انه غني معك؟ يعني لازم نعمل لك احلى غنيه هلا، غنيه جديده هلا. في ديو يعني بدي كسر الدنيا. من القديم ما عم شيء. هلا من القديم فينا نعمل، وين الميكرو؟ بدك تغني معي؟ لا انا تحجي. لا 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 ما رح اقبل. مبحوح اليوم وشوي صوتي مش ظابط. شو رايك بي من حبيبي انا رد علي وقول من حبيبي انت اللي بحبه انا ما هيك؟ برافو. بقى شو كيف شايف حالك؟ بالغنى؟ لا بال بالدور اللي عم بلعبوه؟ ايه طبعا. يعني انا هلا حاسس حالي اني عم بعمل دور كثير ممتاز. لا كثير منيح، بس بتحب انه مثلا تعمل بروجرام على التي في؟ انت مريحتيني وبحس حاله الواحد عم يرتقي معك. ثانك يو، انا حاسه حالي كانه بعرفك من زمان عن جد. يعني انا عم بحمسوني كثير بالام تي في انه اعمل برنامج هون. تطلعي معي باول حلقه؟ اول حلقه. اوكي ايدوها ايدوها. بطلع معك اول حلقه، شرف لإلي. رح نختمها بالسياسه. بتعرفي اذا بدك تنتخبي بالمتن، بتعرفي منطقه عزيزه كثير علي المتن وعليك؟ طبعا انا من المتن. بقى مين تنتخبي، الشيخ سامي ولا استاذ نقولة؟ يعني كنت متوقعه تسالني اي سؤال الا هالسؤال هيدا. في احراج؟ هلا هو انا كمتنيه
بدعم وحدة الشيخ سامي جميل والدكتور والدكتور نبيل نقولة على حب الوطن. بس عم تقلبي الأدوار هون، هي أنا لازم أقولهم. أنت 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 أنا السياسي وأنت الفنانة، عم تقلبي الأدوار، أنت عم تعملي سياسي هلا. هلا أنا يعني كلهم أولاد بلدي يعني. بس ما عندك حدا هيك شوي أكثر؟ إنه أنا عن جد أنا مع اللي بحب بلده لبنان، يعني كل شخص بيشتغل صح للبنان أنا معه. إن شاء الله الكل يسمعوكي وكل سياسيين لبنان يسمعوكي ونكون كلنا موحدين كرمال بلدنا اللي بنحبه. يا رب يا رب، نتمنى هالشي والله. أنا بدي أشكرك كثير على قبولك إنك تطلعي معي اليوم. أنا أسعد وإلي الشرف أكثر. وإن شاء الله سنة 2013 تكون حلوة علينا وعلى لبنان. نرجع منلتقي بعد البريك بالسهرة على الـ MTV. Thank you. لابتوب